شو يا ام عايد؟ نعم يا جناب الاغا. وينو ابو عايد؟ ما بعرف. هلا معقوله في وحده ما بتعرف وين جوزها؟ بدك تفهميني انه ابو عايد ما عم بيجي على البيت طاول يعني؟ قاعدة معافيتي ما شفته من يوم اللي سجنته. لك حدا بيصدق الحكي يا عالم؟ قال ما شافت ابو عايد من لما انحبس عندي. خيو المصدق يرفع ايده لاشوف. ها شفتي؟ كل هدول الفلاحين الاكابر الطيبين ما حدا مصدقك. وحياة ولادي صار لي زمان ما شفته لابو عايد، حتى الشيخ ابو خليل بيعرف هالشيء. طيب خيتو انا رايي خلي هدول الناس الطيبين هنن يختاروا. بين انهم يوقفوا هون اربع خمس ايام تحت طاقة الشمس بالنار وقرصة البرد بالليل وانتي معهم كمان، وبين انك تدخلي لعندي تنحبسي انتي وبنتك لبين ما جوزك سلم حاله هو وعصابته. ايش عم تقول يا اغا؟ بدك تحبس المرأة وبنتها بالسراي؟ ليش ما بقي نخوة بروس الرجال؟ ولا شايفنا قليلين حيلة حتى تهيننا بحريمنا ونسكت؟ شوف يا أبو خليل، أنا محترم مقامك وسنك من زمان، ولولا العيب كنت نتفتلك دقنك شعراي شعراي، وأمشان هيك بلاع لسانك وسكوت وخراس وما تحكي ولا كلمة. ولا تخليني أغلط معك وأحطك بالحبس أنت الأخري. ها أعمل بدك يا إيدك وما تعطي، بس ما حدا رح يقبل بالحكي اللي عم تقوله. ايش عليه؟ انت جبت البلا لحالك. طب مندل امر نزغم. لا يا اغا، انا موافقة ابقى بالسرايا حتى ابو عايد يسلم حاله، بس خلي ابو خليل والناس ترجع عبيوتها. لا، ما بتركك تروحي ولو على جستي. يا اغا انا بدل ام عايد. غنك تاخد هاد وبتحطه بقوط العلف، ويا ويلك إذا حطيت له نقطة مي ولا شقفة خبزة في أمان. بس ناغم استنى يا بندل، أنا بجي لحالي. تفضل. ونحن نروح على بيوتنا جناب الآغا؟ لا روحي، ما حدا يتحرك من موضعه. إيه وينك أبو ربيع؟ أنا من هتك هي عينتك وكيلي بدال هذا الخاين أبو جمعة، بس بدك تكون قد الحمل. ها أنا؟ إيه أنا قد الحمل يا أخي، قد الحمل. عفارم عليك، بتفهم هالبهايم هدول ما حدا بيتحرك من هون لحتى أنا أقول له. عراسي يا أغا. اسمع، إذا عندك حريم هون خلينا نروح على البيت. جميلة، روحي على البيت وسخني لي مي، وأنتوا إذا بدكم ترتاحوا قعدوا ارتاحوا، ما عندي مانع. أخوي عايد. يوم عايد؟ عايد وينه؟ عايد يوم؟ عايد شلونك يوم؟ ليش رجعت يوم؟ ليش؟ أنا ما صدقت إيمت هربت على الجبل بترجع بتسلم حالك لعالظالم برجليك. معلش ديري بالك لحالك. يوم عايد ديري بالك لحالك. يلا عايد الجنو عايد جاي لحالك. يلا قطر ما غلط.